بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجتين صغيرين بس مهمين وطريقه عملهم سهلين جدا. الحاجه الاولانيه، لو انا شفت صوره وعايز اعرف مصدرها فين او معلومات عنها، والصوره اللي موجوده ما فيش اي معلومه عنها خالص. الحاجه التانية ان انا ممكن الاقي صوره يقول لي مثلا الصوره دي مثلا مذبحه حصلت امبارح او القبض على تنظيم عصابي، وحاطين صورة. هل الصورة دي متعلقة بحادثة دلوقتي ولا أي صحفي مش محترم نفسه ولا محترم المهنة بتاعته جاب صورة قديمة من الأرشيف وألف خبر وراح حطتها؟ دي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. أول حاجة باخد الصورة وأروح مسيف. أنا هنا عايز أعرف الصورة دي مصدرها إيه، أو الصورة دي أي معلومات عنها. عايز ألاقي صفحة تديني معلومات عن الصورة دي، عايز اعرف مثلا المبنى ده اتعمل فين، واروح داخل على جوجل اقوى محرك بحث معروف واقول له انا عايز ادور عن الصور، واجي هنا بحث حسب الصور واقول له تحميل الصورة، واروح احمل الصورة ان انا لسه منزلها دلوقتي. هيعمل ايه؟ هيبدأ يدور لي على كل الصفح اللي فيها صور مشابهة للصور دي، تمام. وخلينا نفتح مثلا صفحة، هي دول كلهم بالعربي، انا عايز ادور على صفحة بالانجليزي. عندي ديت وعندي دي ودي، كل دول ان شاء الله تلاقي فيهم معلومات كاملة عن الصفحة. بدخل هنا بلاقي معلومات، وبلاقي فعلا في مباني شكلها غريب برضو. بلاقي ان المبنى دوت اسمه هوت أسترا، موجود في ألماني، تمام كده أنا عرفت مصدر الصورة. برضه ممكن يقول يعني آخر خبر قريته ودورت عليه ولقيته كده كان إن مرشد عام الإخوان المسلمين متجوز واحدة من سوريا. خدت الصورة دورت عليها لقيت الصورة دي موجودة بقالها كذا سنة، صورته في فرح بنته، تمام. فأي خبر بنلاقيه ونحس إن هو فيه معلومة مش صحيحة باخد الصورة أسيفها وراح مدخلها على جوجل، الاقي الصورة مثلا ممكن تكون نفس الصورة بكل التفاصيل اللي فيها موجودة مثلا من 5 6 سنين، فاعرف ان الخبر ده كاذب. في صور كتيرة بتنشر يقول لك ده دي كانت مظاهرة امبارح وشوف الناس اتضربت ازاي و و و، تدخل تلاقي الصورة دي موجودة في ليبيا او في قطر او في فلسطين او سوريا. ربنا يفرج هم المسلمين في كل البلاد ان شاء الله. اخوكم عمر سليم مهووس الباب.